من عجمان مع العميد خالد النسي المحلل العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. نعلم انها ثاني اكبر مدينه بمحافظه شبوه ما تم تحريرها من القاعده اليوم. ماذا يمكن ان نعرف عنها ايضا لنعرف اهميه ما حققته قوات الشرعيه؟ مساء الخير استاذه ميسون. اهلا وسهلا. بالنسبه لمدينه عجمان، هي طبعا هي ما تعتبر ثاني اكبر مدينه في محافظه شبوه، وهي مديرية يعني ما يعني على حدود ما بين شبوه وحضرموت، وهي مطلة على ساحل البحر الأحمر. ومن خلاله طبعا الغريب أنه مثلا هذه مثلا قوات جماعة الإرهابي تدعي أنها مثلا ضد الشيء، ولكن يعني المناطق التي كانت خاضعة للجماعة الإرهابية يتم تهريب كثير من الأسلحة التي توصل للحوثيين عبر هذه المناطق الخاضعة للجماعة الإرهابية. يعني في أشياء مشتركة فيما بينهم. يعني فعلى العموم بالنسبة لعزان، هي يعني كانت بعد مثلا الامارات ساهمت وعدت قوات النخبه الحضرميه وقامت بتحرير وخاصه المكله في حضرموت، يعني تحركت هذه الجماعه الارهابيه من حضرموت واتجهت الى هذه المنطقه بحكم انها حدوديه ومطله على البحر. وتقريبا منذ اكثر من عام، والقوات الاماراتيه على وجه الخصوص عدت قوات من ابناء محافظه شبوه، من كل ابناء شبوه، من كل قبائل محافظه شبوه، ومنذ تقريبا عام تدربهم تدريب عالي على مستوى عالي نتابع معه في هذا الحديث. أهلا بك من جديد سيادة العميد. إذا كنا نتحدث عن أهمية شبوة، كيف يمكن أن نشرح أهمية خسارة شبوة بالنسبة للقاعدة؟ كيف كان يستخدمها فيما يتعلق بتهريب السلاح، وبالتالي كيف سيكون تأثير استعادتها من قبل القوات الشرعية عليه؟ زين، مثلا وضحت لها قبل شويه، مثلا بالنسبه عندما كانوا الانقلابيين يعني خاصه في بعض المحافظات جنوب زي مثلا عدن او ضالع او لاحج او ابين، كانت الحكومه الشرعيه ومعها دوله التحالف مشغوله بالتعامل مع الانقلابيين الحوثيين في هذه المناطق، فاستغلت الجماعه الارهابيه واحتلت حضرموت وشبوه. بعد تحرير هذه المناطق من الانقلابيين، قامت القوات الاماراتيه على وجه الخصوص وعدت قوات في حضرموت، وسموها مثلا مسمى قوات النخبه الحضرميه، وعدتها اعداد كامل. فقامت هذه بدعم طبعا مباشر من القوات الاماراتيه، قامت بتحرير محافظه حضرموت. الجماعات الارهابيه هذه عندما تحررت محافظه حضرموت تحركت باتجاه شبوه، فسيطرت على اقرب المناطق الى حضرموت وهي مدينه عزان. الان عد بنفس الطريقه القوات الاماراتيه على وجه الخصوص عدت قوات من ابناء محافظه شبوه، من كل ابناء محافظه شبوه، من كل القبائل عدتهم بمسمى قوات النخبه الشبوانيه، وعدت تقريبا منذ عام هم يتدربوا يعني تدريب عالي على مستوى استراتيجي. الان قبل ايام يعني قامت يعني على الارض تنفيذ عملها، وهو بث الامن على كل محافظه شبوه. كانت العقبه الكبيره هي مدينه عزان، وهي ثاني اكبر مدن المحافظه ومعقل الجماعه الارهابيه، وهي مطله على البحر العربي. المشكله انه يعني من خلال هذه المناطق الخاصه للجماعه الارهابيه كان الحوثيين حتى يستمدوا الاسلحه او يتم تهريب الاسلحه من البحر العربي عبر هذه المناطق الخاصه لهذه الجماعه الارهابيه. اذا هذه كانت غرضها انه كيف تدخل المحافظه في دوامه العنف، لان معروف ان محافظه شبوه يعني هي يعني منطقه غنيه بالنفط وفيها كثير من شركات النفط، فالغرض انه كيف انه عدم الاستقرار، عدم التنميه. نعم. في هذا الجانب كانت الغرض انه تدخل شبوه في هذه الدوام. انا اشكرك من عجمان سياده العميد خالد نسي المحلل العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركه معنا.